قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده وما تنساش اللايك لانه بيساعد. ويلا بينا على الفيلم. فيلمنا بيبدا مع شخص اسمه درايفر واللي بيكون شغال سائق سيارات محترف واللي بتستعين بيه عصابه واللي هيسرقوا مكان عشان يساعدهم يهربوا من الشرطه بسرعه لانهم عارفين مهارته في السواقه وبيستعد فعلا للمهمه وبيأجر عربيه واللي بيكون شكلها عادي جدا عشان ما تلفتش اي نظره ليهم وبيتحرك عشان يستنى العصابه قدام المكان اللي هيسرقوه وبيكون معاه جهاز لاسلكي بيستقبل اشاره الشرطه وبيعرف بيقولوا ايه على الاجهزه بتاعتهم. ولما العصابه بتخلص العمليه بيتفاجئ ان واحد بس هو اللي بيخرج وبيسمع على اللاسلكي ان الشرطه عرفت اللي بيحصل وانهم جايين في الطريق، لكنه بيقرر ما يمشيش ويستنى التاني يخرج. وفعلا اول ما يركب العربيه بيتحرك بسرعه، لكن الشرطه بتكون شافت العربيه بتاعتهم وبتبلغ عنها عشان يبداوا يطاردوه. وهو ماشي بيلاقي عربيه تانيه قدامه، ولما بيهرب منها بتشوفه عربيه تانيه، وكمان بيلاحظ ان في طياره بتطارده عشان تبلغ العربيات عن مكانه، لكنه بيقدر يهرب منها بسرعه وبيدخل جوه نفق. وبعدها بيقدر بكل هدوء يمشي على الطريق لحد ما بيعدي بين العربيات ولا كانه عمل حاجه، لحد ما بيقدر يهرب وبيدخل جراج استاد كوره وبيتنكر وبيخرج وسط الناس ولا كانه عمل حاجه، وبيروح بعدها بيته وبيعين فلوسه اللي خدها من العمليه. وتاني يوم وهو راجع البيت بيشوف جارته الجديده وبتطلع معاه في الاسانسير، لكنه مش بيقول لها ولا كلمه. وبنعرف بعدها ان درايفر شغال كومبارس في الافلام وبيعمل الحركات الخطيره بالسيارات مقابل مرتب بسيط، وفعلا بينفذ اللي المخرج عايزه منه وبيقلب العربيه وبيطلع سليم. وفي تاني يوم وهو في السوبر ماركت بيشوف جارته اللي اسمها ايرين وابنها بن، لكن وهو خارج بيلاحظ ان العربيه بتاعتها عطلانه فبيعرض عليها يوصلها وفعلا بياخدها معاه وبيروحها للبيت وبيوصل لها الحاجات اللي اشتراها وبيعرفها على نفسه. ولما بيشوف صورة شخص على الجدار بتقول له انه ده جوزها لكنه موجود في السجن. ولما بتسأله عن شغله بيقول لها ان هو بيأدي المشاهد الخطرة بالعربيات في الافلام وشغال كمان ميكانيكي في ورش السيارات، وبيقول لها على المكان بتاع الورشة وبعدها بيمشي. وبنروح بعدها لشانون صاحب الورشة اللي شغال فيها درايفر واللي بيكون مع واحد صاحبه اسمه بيرني، وبيقول له ان شغل السيارات ما عادش جايب همه وبيقترح عليه يدخله في شغل الرهانات في سباقات السيارات، وبيقول له ان عنده سواق محترف واللي هيكسبهم اي سباق يدخلوه، وبيطلب منه يسلفه فلوس عشان يقدر يجهز العربيه اللي هيخش بيها السباق. فبيوافق بيرني لكن بشرط يشوف السواق. وتاني يوم فعلا بياخده عشان يشوف درايفر وهو بيسوق عربيه في المدرج، وبيعجبه جدا السواقه بتاعته وبيوافق انه يمول له المشروع، وبيقول له ان هو هيديله 300,000 دولار مقابل 70% من الارباح. وتاني يوم وهو شغال في الورشه بيلاقي جارته ايرين جايه في الورشه عشان تصلح العربيه بتاعتها، وبتتكلم مع شانون وبتقول له ان درايفر يبقى جارها في البيت، فبيقول لها ان درايفر جاله من 4 سنين عشان يشتغل معاه ولما اختبره طلع ممتاز ووافق يشغله معاه. وبعد ما بيشوف العربيه بيقول لها ان هي هتفضل في الورشه يومين عشان يصلحها، وبيقترح عليها ان درايفر يوصلها للبيت، وفعلا بياخدهم درايفر عشان يوصلهم. لكن قبل ما يروحوا بيتفسحوا شويه وهم فرحانين جدا وبيتعرفوا على بعض اكتر، لحد ما بيروحوا بالليل البيت وبنلاحظ ان ايرين بدات تعجب بدرايفر وبيعرض عليها درايفر ان هو يفسحهم تاني الاسبوع الجاي. وبنشوفهم بعد كده وهم فعلا بقوا بيخرجوا مع بعض اكتر. وبعد مده بتكون عربيه السباق جهزت، وبيرني بيتكلم مع درايفر وبيحذره وبيقول له لو خسر مش هيحصل له طيب لانه مراهن عليه بنص مليون دولار غير ثمن العربيه. وبالليل بيكون درايفر وايرين في البيت وهيخرجوا مع بعض وهيسيبوا ابنها مع صاحبتها، وفعلا بيخرجوا لكنه بيتفاجئ لما بتقول له ان جوزها هيخرج من السجن كمان اسبوع، واول ما يسمع الخبر بيبقى متضايق جدا من جواه. وفعلا بعد اسبوع بيخرج جوزها واللي اسمه ستاندرد وبيكونوا عاملين له حفله، لكن درايفر بيكون مش حاضر وهو سامع صوتهم في الحفله ومتضايق. ولما بيخرج بيلاقي ان الحفله خلصت وبيلاقي ايرين قاعده بره الشقه وزعلانه، فبيقعد يتكلم معاها، لكن ساعتها بيخرج جوزها وبيقول له ان ابنه حكى له عنه كتير وعرفه انه كان بيساعدهم كتير وبيشكره على كده. وتاني يوم درايفر راجع البيت بالعربيه بيلاحظ ان في حاجه غريبه بتحصل في الجراج، ولما بينزل بيلاقي ستاندر مرمي على الارض ومضروب ومبهدل، وابنه كان هناك ومستخبي وخايف من اللي حصل. وبعد ما بيروحوا من البيت بيسالوا درايفر وبيقول له ايه اللي حصل، فبيقول له ستاندر انهم عصابه كانوا معاه في السجن وكانوا بيحموه، واول ما خرجوا طلبوا منه فلوس وكل شويه بيزودوا فايده على المبلغ، وطلبوا منه يسرق معاهم مكتب مراهنات مقابل الفلوس اللي عليه، لكن هو رافض لانه خايف يتسجن تاني ويبعد عن عيلته، لكنهم بيهددوه بقتل مراته وابنه لو ما دفعش الفلوس. ولما بيروح يطمن على الولد بيلاقي معاه رصاصه من العصابه كتهديد ليهم. وتاني يوم بيروح درايفر لايرين وبيسالها عن جوزها، فبتقول له ان هو عمل حادثه وبيعرف ان هي ما تعرفش حاجه، وبتعزمه بعدها عشان يتغدى معاهم. وفعلا لما يروح بيفكر ان هو يساعد جوزها عشان خاطر الولد وامه. وفعلا تاني يوم بياخدوا ستاندرد عشان يقابل رئيس العصابه اللي اسمه كريس،
وبيقول الدرايفر ان هو هيساعدهم في العمليه، لكن مهمته هتكون بس السواقه وانه هيهربهم من المكان باي طريقه. فبيوافق كريس على كلامه وبيعرفوا ان في واحده اسمها بلانش هتبقى معاهم في العمليه، وبيروحوا فعلا عشان ينفذوا المهمه. وبيستنى درايفر في العربيه عشان يتحرك بيهم اول ما ينفذوا العمليه، وبينزل ستاندر عشان يسرق الفلوس، وبتدخل بلانش وراه. وفجأة بتظهر عربية تانية وبتقف جنب درايفر، وبعدها بتطلع بلانش بشنطة الفلوس وبتركب العربية. وبيستنوا ستاندرد، وأول ما يطلع بيظهر شخص وراه وبيضربه بالنار وبيقتله. فبينصدم درايفر وبيسوق العربية بسرعة، لكن العربية الغريبة بتجري وراه وبتطرده، والسواق بتاعها بيبان ان هو محترف جدا وبيبقى عايز يقلب درايفر بالعربية بتاعته، لكن درايفر بيكون محترف اكتر منه. وهما بيحاولوا يقلبوه بيقدر ان هو يلف على الطريق وبيقدر يقلب العربية عشان يهرب بعدها، وبيهرب فعلا بالفلوس هو وبلانش. وبتقول له بعدها ان هما لازم يقسموا الفلوس وكل واحد يمشي في طريق، فبيقول لها تستناه وبيخرج. واول ما تخرج بتتصل بشخص على التليفون، وبيكون درايفر بيحاول يتصل بايرين لكنها مش بترد، وبيكون ساعتها البوليس معاها وبيبلغها بموت جوزها. ولما بيرجع درايفر بيسمع في الاخبار ان صاحب المكتب ما كانش موجود، وبيفهم ساعتها ان اللي قتل ستاندر واحد تبع اللي كانوا في العربيه اللي كانت بتطاردهم. فبيضرب بلانش عشان تعترف له، وبتقول له ان كريس ورجالته هما اللي كانوا في العربيه وكانوا هيسرقوا الفلوس مننا اول ما نخرج، لكنه ما قالهاش انه هيقتل اي حد فيهم. فبيقول لها تاخده لمكان كريس ورجالته، فبتوافق لكنها بتروح الاول تدخل الحمام، لكن ساعتها بيحس درايفر بحد بره الباب، وفجاه بلانش بتتضرب رصاصه في دماغها وبتموت في الحال. وبسرعه بيدخل درايفر وبيخلص على اللي في الحمام، وبياخد البندقيه وبيخلص على التاني، وبياخد الفلوس بعدها وبيروح على الورشه، وشانون بيجيب له دكتور وبيعالجه وبيحكي له بعدها على اللي حصل. وبعدها لما بيعرف مكان كريس بيروح له وبيضربه وبيهدده، لحد ما بيعترف له ان الفلوس والمكتب بتوع نينو الشريك بيرني. وبيتصل درايفر بعدها بنينو وبيقول له ان هو عايز يرجع له الفلوس بتاعته مقابل انه يسيبهم في حالهم. ولما بيقفل المكالمه بنعرف ان نينو مش ناوي على خير، لانه بيكون متضايق جدا ان في حد قدر ياخد منه الفلوس ويسرقه. وبعدها درايفر بيروح لايرين وبيقول لها ان جوزها مالوش اي ذنب، وانه كان بس عايز يسدد ديونه، وبيعرفها ان هو اللي ساعده في تنفيذ العمليه لان العصابه كانت هتقتلها هي وابنها. فبتتضايق منه جدا وبتضربه، وبيقول لها ان هم لازم يهربوا فورا من البيت. ولما بيروحوا على الاسانسير عشان ينزلوا بيلاقوا واحد في الاسانسير، وبيلاحظ درايفر ان معاه مسدس، وبيفهم ان نينو هو اللي بعته، فبينزل في ضرب لحد ما بيخلص عليه. وايرين بتخاف وبترجع على شقتها، وبيروح بعدها درايفر لشانون وبيساله لو قال لكريس اي حاجه عن موضوع السرقه، فبيقول له ان هو قال له عشان ياخد منه الفلوس ويسيبه في حاله هو وايرين. فبيتضايق درايفر عليه من غبائه، وبيقول له انهم كانوا هيقتلوه واكيد هيقتلوك انت كمان، وبيقول له ان هو كمان لازم يهرب بسرعه. وبنروح بعدها لنينو اللي بيكون معاه كريس، وبيساله ليه ما خدش الفلوس وخلاص. فبيقول له نينو ان المشكله ان الفلوس تبع مافيا خطيره، وكانوا مدين له الفلوس عشان يشغلها لهم، ولما الاخبار اتذاعت عرفوا ان الفلوس بتاعتهم اتسرقت، وقالوا له ان هو لازم يخلص على كل اللي عرف بموضوع السرقه والا هيقتلونا احنا الاثنين. ودرايفر بيروح لمكان تصوير الافلام وبياخد وش الكومبارس اللي كان بيلبسه في التصوير. وبعدها بنشوف شانون واللي بيكون بيستعد عشان يهرب، لكنه فجاه بيلاقي بيرني قدامه وبيضربه بالسكينه وبيخلص عليه. ولما درايفر بيروح له بيلاقيه ميت، وبيزعل عليه جدا لانه كان دايما بيساعده، وبيقرر ينتقم منهم كلهم. وبعدها بيروح وبيستنى نينو يخرج من المكتب بتاعه، وبيمشي وراه بالعربيه وبيضربه بالعربيه بتاعته. فبينزل السواق على جنب الطريق عشان يشوف مين اللي خبطهم، لكن ساعتها بيظهر درايفر بسرعه وبيخبط العربيه وبيطيرها، وبينزل بعدها ورا نينو واللي كان بيحاول يهرب لحد ما بيخلص عليه في الميه. وبعدها بيكلمه بيرني وبيقول له ان هو موافق يخلص الموضوع بينهم، وانه هياخد منه الفلوس عشان محدش يموت تاني. فبيوافق درايفر يقابله ويديله الفلوس. وقبل ما يروح بيكلم ايرين وبيقول لها ان هو رايح مشوار وممكن ما يرجعش منه واحتمال ما تشوفوش تاني، وبيعترف لها بحبه ليها. وبيروح بعدها لبيرني عشان يديله الفلوس، وبيقول له ان الموضوع هيخلص بينهم ولا كأن حاجه حصلت. وبياخده بعدها عشان يجيب له الفلوس من العربيه، لكن بيرني بيغدر بيه وبيضربه بالسكينه في بطنه، لكن درايفر بيقدر ياخد منه السكينه وبيضربه في رقبته وبيخلص عليه. وبيقرر درايفر يسيب الفلوس ويهرب ويبعد عن المدينه، وهو مطمن ان ايرين مش هيحصل لها حاجه لان محدش يعرف علاقتهم بالفلوس، وان احسن حل يبعد عشان ما يضرهمش بعد كده. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.